من ضمن الاحداث كان في مشهد يمكن اثار جدل على السوشيال ميديا، واعتقد حضرتك اكيد عارفه ومتابعه، طبعا طبعا عدم دخول مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ الممر طبعا الشرفي. احدث جدل على السوشيال ميديا، ويمكن بعض البرامج، برامج التوك شو، اتكلمت حتى عن الموضوع بوجهات نظر مختلفه. انت شايف انه الموضوع كان مبالغ فيه ولا ليك راي اخر؟ لا انا طبعا ضد تصرف سيد عبد الحفيظ. الراجل اخطا خطا، وان هو بيمثل النادي الاهلي، كون ان في لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك صممت او عملت ممر شرفي، لازم تبقى زيك زي اللعيبه. انت مثل وقدوه للعيبه، ما ينفعش تاخد خط خلفي وتمشي من ورا لعيبه الزمالك، لان ده تصرف بيسيء للنادي ولكيان النادي الاهلي. انا ضد طبعا التصرف، وبدين سيد عبد الحفيظ، ولازم يبقى في وقفه من الاداره على اي حد يخرج بقى عن النص، سواء لعيب سواء مدير كوره. انت في النهايه الناس كلها شايفاك، فليه انت ليه تحط نفسك وتحط مجلس ادارتك وتحط لعيبتك في موقف زي ده؟ في خلاف بينك وبين اي شخص، تعدي الخلاف قدام الكاميرات قدام الملايين، وتعامل بشكل طبيعي. ما حدش هيلومك، حتى لو تصافحت اي حد انت معترض عليه او في مشاكل بينك وبينه، ده موقف لازم تتخطاه. طيب هو طبعا في ناس متعاطفه برضو مع الكابتن سيد، ان هو يعني بيلقى تجريح كتير جدا من جمهور المنافس. طبعا. خلينا احنا مش بنبرر، بس انا بقول انه بعض الردود اللي وصلت، اللي احنا يعني متابعينها، انه بيبقى فيه دايما ردود عنيفة تجاه مدير الكورة. الناس برضو بتتكلم انه كان فيه وقعة شبيهة في 2019 طبعا، انه على النقيض برضو، او الزمالك كان فيه ممر شرفي وان هو ما مشيش فيه، فاحنا او ما استلموش الميداليات يعني، حتى فهي يعني احنا بنتكلم في، بنأكد انه بيبقى فيه تصرف اخلاقي او فيه تصرف رياضي ان انت تمشي في الممر، ولكن ردود الافعال المبالغة انت مش معاها. طبعا انا حتى برضو مع الزمالك، ادين اي حد ان هو يعني في حاجة ما لازم انت كأهلي او زمالك ما ينفعش تخرج عن النص. ما مش عايز اقصو على كابتن سيد او اقول ان هو اخطا، ولكن انت بتمثل نادي الاهلي. حضرتك لو انت مثلا مدعو للفرح او مدعو لحاجه شخصيه، انت من حقك تروح او ما تروحش، لكن انت بتمثل نادي الاهلي. شوف الاهلي في الوقت ده والظروف ده يعمل ايه. بس طيب احنا يعني هنتخطى مباراه الكاس، والدوري مستمر، الزمالك متصدر، بيراميدز تاني، الاهلي التالت. مباراه النهارده في عدد من مباريات الجوله تقريبا 27 او 25 في الدوري المصري الممتاز. النهارده في مباراه مهمه للاهلي امام الجونه. مباراه الاهلي والجونه بتمثل ايه للاداره والجمهور وتحديدا اللعيبه؟ هي مباراة مش عايزين نقول يعني الاهلي بتاريخه يعني سهل جدا ان هو يجتاز الماتش. الاهلي لازم لعيبته تنسى بقى موضوع الكاس والنفسيه ان هم متاثرين. بس انت بتقول ان المباراه سهله؟ حسابيا بالنسبه يعني 80 20 مثلا، الاهلي ما يكسب الجونه سهل، وارد جدا الخساره تعتبر مفاجاه او التعادل يعتبر مفاجاه طبعا. بس وهو خارج من ماتش زي ماتش الزمالك، انا احساسي المعنويات، لا احساسي الاهلي هيعمل ماتش كبير، هيعمل ماتش كبير النهارده وهيحقق نتيجه كبيره. الاهلي بقى عينه بقى على ان هو يعوض وان هو يصالح جمهوره، هيعمل نتائج كبيره طبعا. الاهلي بخبراته مش هيبص على نتائج الزمالك، وهيكسب كل ماتشاته وينتظر تعثر الزمالك، وينتظر كمان تعثر بيراميدز، لان بيراميدز بتنافس وبقوه. طيب يعني انت